فاكر مصطفى حاجي ونور الدين نايبت وعبد الجليل حدة كاماتشو الجيل الذهبي لأسود الأطلسي المغرب في كأس العالم 98. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجيل الذهبي المنتخب المغرب في كأس العالم فرنسا 98، أسود الأطلس اللي فعلا أدوا أداء مشرف، ولولا المؤامرة اللي كانت بين منتخب البرازيل والنرويج والرعونة في الأداء كان منتخب المغرب ليه شأن كبير في البطولة دي. وقبل ما نتكلم عن أحداث كأس العالم أحب أتكلم عن لعيبة منتخب المغرب أسود الأطلس في البطولة دي. اللعيبة دي كانت معروفة في جميع أنحاء العالم وخاصة هنا في مصر، إحنا كنا عارفين اللعيبة بالاسم. على رأس اللعيبة دي هي كان مصطفى حجي، مصطفى حجي اللي كان مشهور في مصر لأسباب كتيرة، من ضمنها إن مصطفى حجي أحرز هدف رائع في الجمال، هدف جميل جدا من كرة مقصية في مرمى نادر السيد في بطولة أفريقيا 98 اللي كانت مقامة في بوركينا فاسو واللي فزنا بيها. المغرب كانت معانا في نفس المجموعة وتصدرت المجموعة على حسابنا وألحقت بمصر الهزيمة الوحيدة بيها، وطبعا مصر صعدت للدور 16 معاها المغرب. المغرب واجهت جنوب افريقيا وخرجت على ايديها، ومصر كملت لحد ما خدت بطوله في النهائي وفازت على منتخب جنوب افريقيا. المغرب ومصطفى حجي كانوا مشهورين لسبب تاني، ان مصطفى حجي كان من ضمن النجوم اللي كانوا موجودين في اللعبه اللي هي كانت على جهاز بلاي ستيشن 1 اللي من انتاج شركه سوني، اللعبه اللي كانت اسمها وينج 11 3. مصطفى حجي كان من ضمن لعيبه او نجوم منتخب العالم اللي كان من ضمنهم رونالدو وباتيستوتا واورتيجا وشلفات حارس المرمى، لعيبه كتير كان من ضمنهم مصطفى حجي. واحنا كاطفال لما كنا بنلعب اللعبه دي كنا عارفين مين هو مصطفى حجي. وطبعا مصطفى حجي كان محترف في نادي ديبورتيفو لاكرونيا اللي كان معاه اللاعب الكبير نور الدين نايبت قائد الفريق وقائد منتخب المغرب اللي فعلا كان حاجه جامده جدا. عبد الجليل حدة او كاماتشو كان محترف في نادي الافريقي التونسي وكان لاعب جامد جدا. يوسف شيبو نجم نادي بورتو البرتغالي ولاعب جامد جدا. اللاعب الجميل صلاح الدين بصير لاعب قوي جدا وكان فعلا على وشك ان هو يجي نادي الاهلي المصري. اغلب لعيبه منتخب المغرب وفي لعبه تانية كتير كانت لعبه جامده جدا كان معظمهم محترف في اوروبا. المدير الفني لمنتخب المغرب في البطوله دهيت كان المدرب الداهيه الفرنسي هنري ميشيل اللي درب منتخب فرنسا ومنتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار وجه درب نادي الزمالك. يلا بينا كده نشوف مجموعه منتخب المغرب في بطوله كاس العالم فرنسا 98 والاهداف ونتائج لمنتخب المغرب بعد الفصل. منتخب المغرب كان من ضمن المجموعه الاولى اللي كانت بتضم منتخب البرازيل نجوم السيليزاو حامل اللقب مع منتخب النرويج ممثل عن اوروبا ومنتخب اسكتلندا ومنتخب المغرب عن افريقيا. افريقيا في البطوله دي كان بيمثلها 5 منتخبات طبعا بسبب الاداء المشرف لمنتخب نيجيريا في كاس العالم 94، انا عامل حلقه هتلاقيها في الرابط هنا والوصف تحت. نبدا مع الجوله الاولى لمنتخب المغرب او المجموعه الاولى. الجوله الاولى هتتلعب يوم 10 يونيو سنه 1998 والمباراه الافتتاحيه ما بين منتخب البرازيل حامل اللقب وممثل اوروبا منتخب اسكتلندا. وبيجي لاعب البرازيل سيزار في الدقيقة 6 بيحرز هدف التقدم، لكن بيجي لاعب اسمه كوينز بيحرز هدف التعادل لمنتخب اسكتلندا. في الشوط الثاني كافو بينفرد بحارس المرمى وبيلعب كورة بتخبط في حارس المرمى وترد تاني وتتحسب هدف عكسي على اللاعب بويد في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، وتتقدم البرازيل 2-1 وتنتهي المباراة بفوز البرازيل وإحراز أول 3 نقط. في نفس اليوم منتخب المغرب للاعب منتخب النرويج المنتخب العنيد وبتبدا المباراه، ومصطفى حجي في الدقيقه 37 بيحرز هدف مراوغه جميله جدا وتتقدم المغرب 1-0 ومنتخب المغرب بيأدي اداء جميل جدا. لكن لاعب منتخب المغرب يوسف شيبو في الدقيقه الاولى من وقت الضايع من الشوط الاول بيحرز هدف عكسي بالراس، هو قاصد يطلع كوره لكن للاسف الكوره بتدخل جون وبيتعادل منتخب النرويج مع منتخب المغرب وبينتهي الشوط الاول 1-1. بيجي عبد الجليل حدة كماتش وبيحرز هدف من كوره طوليه بينفرد بجون وبيشوط كوره جميله جدا بيحرز هدف التقدم لمنتخب المغرب 2-1. بعدها بدقيقه بيجي لاعب منتخب 61 دان ايجن بيحرز هدف، يعني لاعب بينط على الكوره بيلعبها براسه يعني تحس ان هو يعني طور دخل على الكوره وبيتعادل منتخب النرويج 2-2 وبيضيع منتخب المغرب من ايديه فوز كان سهل. وبالتالي بتنتهي الجوله دي ان منتخب البرازيل بيتصدر المجموعه 3 نقط، منتخب النرويج والمغرب في المركز الثاني والثالث بنقطه، ما
معاهم منتخب اسكتلندا المتزايل المجموعة برصيد ولا نقطة. بتبدأ الجولة الثانية يوم 16 يونيو، منتخب اسكتلندا بيلعب منتخب النرويج وبيتعادلوا مع بعض 1-1 وبيوقعوا بعض. البرازيل بتلاعب منتخب المغرب، والبرازيل طبعا منتخب قوي جدا، ويعني بصراحة منتخب المغرب تاه في المباراة ديت وأداؤه كان سيء جدا. البرازيل بتخطف المغرب 3-0. رونالدو بيحرز الهدف الأول في الدقيقة 9، ريفالدو بيحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من وقت بدل ضايع في الشوط الأول، ريبيتو بيحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني في الدقيقة 60. تنتهي المباراة دي فوز البرازيل 3-0، تتصدر البرازيل مجموعة برصيد 6 نقط. منتخب النرويج في المركز الثاني برصيد نقطتين، المغرب في المركز الثالث برصيد نقطة، معاها منتخب اسكتلندا في المركز الرابع برصيد نقطة. الجولة الثالثة، ومنتخب المغرب محتاج يفوز في المباراة اللي جاية مع منتخب اسكتلندا، ولازم المنتخب النرويجي يتعادل أو يتغلب المنتخب البرازيلي. في اليوم 23 يونيو سنة 1992 منتخب اسكتلندا بيلعب المغرب، والمغرب بقى بتلعب مباراة العمر. صلاح الدين عبد البصير بيحرز الهدف الاول للمغرب في الدقيقه 22، بيجي عبد الجليل حده في الدقيقه 48 بيحرز هدف، بيشوط الكوره جون صدها لكن بتكمل وبتدخل جون، وبيجي بقى صلاح الدين عبد البصير في الدقيقه 86 بيحرز هدف رائع، وبكده بتنتهي المباراه بفوز المغرب 3-0، وبكده منتخب المغرب بيأدي اللي عليه وبيفوز على منتخب اسكتلندا وبينتزع 3 نقط، وبيستنى نتيجه منتخب البرازيل اللي بتتلعب في نفس الوقت. منتخب البرازيل والنرويج، والمتوقع ان البرازيل تفوز، يعني منتخب البرازيل منتخب قوي، او على الاقل ان البرازيل ما تتغلبش، لكن للاسف البرازيل بتتقدم في الدقيقه 78 على ايد بيبيتو بهدف رائع، لكن تحس ان كان في رعونه في الاداء، او منتخب البرازيل مش عايز يفوز، وبالتالي منتخب النرويج في الدقيقه 83 على ايد اللاعب تورا بيحرز هدف التعادل، وفي الدقيقه 89 ضربه جزاء على منتخب البرازيل بيحرزها اللاعب كيل وبيحرز هدف الفوز في مباراة مشكوك فيها ان منتخب البرازيل ساب المباراة، وبالتالي تنتهي الجولة اللي هي بتصدر منتخب البرازيل رصيد 6 نقط، وراء منتخب النرويج 5 نقط، والمغرب اللي ادى اداء مشرف 4 نقط، واسكتلندا بتتزايل مجموعة بنقطة. وهنا نيجي نتكلم، هل فعلا منتخب البرازيل ساب المباراة؟ انا في رأيي ان منتخب البرازيل ما لعبش كويس، واداؤه كان اداء سيء، وربما يكون في شبهة رشوة، لأن البرازيل كمستوى اقتصادي في الفترة دي كان فعلا ممكن في فساد اقتصادي عندها كان يؤديها إن هي ممكن تعمل كده. وعامة منتخب البرازيل ما أداش مباراة فري، ما أداش مباراة فير، ولا أدى مباراة فعلا فيها منافسة شريفة، وبالتالي تم إقصاء منتخب المغرب بمؤامرة سيئة أو على الأقل رعونة من منتخب البرازيل. المغرب خرج من البطولة ديت بأداء مشرف، نجومه كانت نجوم كبيرة جدا، وفعلا كان يستحق ان هو يوصل للدور 16. النرويج بتصعد كوسيف في المجموعة وبتلاعب منتخب ايطاليا اللي بيفوز عليها 1-0، وبتخرج من البطولة كعدالة وجزاء للي حصل منها. اما البرازيل بتكمل لدور 16 وبتلاعب تشيلي بتفوز عليها 4-1، بعد كده في دور الثمانية بتلاعب الدنمارك وبتفوز عليها 3-2، وفي المربع الذهبي بتلعب هولندا ويتعادلوا مع بعض 1-1 وبيلعبوا ضربات ترجيح، وبتوصل للنهائي بضربات ترجيح، وبتلعب فرنسا اللي بتفوز عليها بفريق زيدان وتري هنري وبتفوز عليها 3-0 في اداء سيء جدا من منتخب البرازيل. وزي ما بنقول كده، العداله بتتم على ارض فرنسا. البرازيل من المنتخبات اللي انا فعلا بحبها، لكن الاداء السيء في المباراه بتاعت النرويج فعلا كانت تستحق ان هي تنهزم وتخرج ذليله من كاس العالم 98، وبيحرز اللقب الاول في تاريخ منتخب فرنسا. ده الجيل الذهبي لمنتخب المغرب في كأس العالم 98، أداء مشرف جدا، أداء رائع جدا. في نهاية الحلقة أتمنى الحلقة دي تكون عجبتك وعرفت الجيل الذهبي لمنتخب المغرب 98، مصطفى حجي ونور الدين نايبت وبصير، وعندك كاماتشو، لعيبة كانت جامدة جدا فعلا، كانت تستحق إن هي توصل لدور 16 لولا الأداء السيء لمنتخب البرازيل، أو الاتفاق غير الرسمي بين البرازيل والنرويج إن هما يتعادلوا او ان منتخب النرويج يفوز على منتخب البرازيل. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتك وعرفت معلومه جديده. كان معكم بلال المصري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.